مساء الخير عليكم أصدقائي. تكلمنا هواية على كتاب شمس المعارف وبعدة قصص أنا قايلها وناس ناشرة هواية عنه أشياء. طبعا أغلب الأشياء اللي أنا أشوفها عنه تكون مكذوبة، لأن هذا الكتاب تقريبا أنا عرفت شنو محتواه وهواية ناس تكلمت عنه وصارت عندي تجربة بهذا الكتاب تقريبا وأعرف شنو مضرته. فحاول أنه أنت تبتعد عنه ولا تبحث عنه زيادة، وحتى النسخ اللي موجودة هسه نسخ كلها يعني تعتبر تالفة ونسخ غير صحيحة. القصة مال اليوم قصة مرعبة ومخيفة، يرويها شخص دكتور المريض عنده بسبب هذا الكتاب. أريد من عندك تصليلي على الحبيب المصطفى وتذكروا لي الله يا جماعة الخير، ويلا نبدي القصة. اسمي شعيب، دكتور أمراض نفسية. بأحد الأيام كنت من المستشفى بالليل بوقت الخفارة مالتي، وتقريبا على الساعة 12 اجاني اتصال على الغرفة اللي اني كنت ممدد بيها. جاوبت ولقيت احد الممرضين يتصل بيه يقولوا لي جابوا حالة غريبة جدا للمستشفى، نريدك تجي وتكشف عليها. طبعا اني بذاك الوقت كانت تجي هواي علي حالات اشخاص مارين باكتئاب، اشخاص محاولين الانتحار، ناس مديونة وتحاول انه هي تنهي حياتها بالانتحار في سبيل لحد يطالبها وغيرها من الأشياء. لكن لما رحت لهاي الحالة اللي قال لي عليها الممرض اتفاجئت جدا، لقيت شخص كل جسمه مشرح بماسة وحتى وجهه، وأبسط كل جسمه حتى رجليه وإيديه وكل منطقة بجسمه كانت مشرحة. وهذا الشخص كان ميت لما الدكتور يعني يتلاحق إلى المناوب، كانوا يعني يخيطون جرح والثاني ما يقدرون يخيطوه ويحاولون ان هم يلفونه بس بشاش. كانت حالته غريبة جدا، ويا مرة وفقيرة جدا. سألت هاي المرة وقلت لها انت منو؟ قالت لي انا هم. سألتها وقلت لها ايش بي ومن اللي يسوي بي هيج حاجة؟ قالت لي ما اعرف، انا صحيت على الصوت بغرفته عالي وكلام، ودخلت للغرفة ولقيته ممدد ولقيت الدماية ترسل ارضية. طبعا انا بذاك الوقت يعني ما اقتنع، قلت لها يعني انتو عندكم مشكله ويا احد كذا؟ قالت احنا ما عندنا احد وما حد يدخل علينا البيت، ولو تجي وتشوف حالتنا كان انقهرت علينا، اذا تغدينا ما نتعش. يعني كانت حالتهم فقيره. استغربت جدا وقلت لها من اللي سوى هيك بي؟ قالت ما اعرف، انا دخلت عليه الغرفه ولقيت حالته هيك وقامت تبكي المره وتركتها ومشيت. وظليت افكر لان بقيت يمها ما راح احصل اي نتيجه الا هو يصحى، وهو بديج الساعه كان فاقد الوعي. ظل 7 ايام بالمستشفى، وطول هاي 7 ايام انا اروح واسال امه خاف محتاج حاجه، وحتى مره انطيتها فلوس ردت افهم منها حاجه قالت لي ما اعرف، هذا اللي انا اعرفه. المهم سالتها وقلت لها هو يعني عنده اصدقاء عنده كذا؟ قلت احتمال هو مسوي له فتشغله يعني كبيره. قالت ما عنده اصدقاء ولا صديق عنده، وانا خايفة عليه اخاف اخسره مثل اخوه. قلت لي ليش اخوش بي؟ قالت اخوه لقيته ازرق بالغرفة نفسها وهم كانوا اثنيناتهم ينامون بهاي الغرفة. طبعا انا دكتور ومستحيل افكر انه جن وسحر وهاي الاشياء، وهاي الشغلة بعيدة عن بالي جدا. قلت لها يعني انت وديتي المستشفى؟ قالت ودينا المستشفى وشرحوا وما عرفوا شنو سبب وفاته، واحد الدكاترة قال لي سكتة قلبية لكن شكل ابني كان ازرق وبدت تبكي مرة ثانية. المهم طول الوقت اللي نايم بيه هو على السرير، هذا الشخص اللي جابوه مشرح جسده كانت يعني مؤشرات الحيوية طبيعية وتشتغل لكن ما جاي يقعد. حتى حاولت انه اني اقعده اتكلم وياه لكن ما اتكلم نهائيا. وبيوم من الايام بالليل كانت والدته ما موجودة، اتصل علي احد الممرضين اللي موجودين وقال لي اريدك تجي بسرعه. كان بغرفه وبيها جامع كبيره ونقدر نناظر عليه. لقيته جالس وكانت يعني الاشياء كلها مربوطه عليه وكان يتكلم ويا شخص. دخلت مباشره للغرفه واول ما فتحت الباب رجع نام، ويوم اللي نام حاولت انه اني اتكلم وياه لكن ما اتكلم ولا حرف، واللي شاف بس اني والممرض وكل اللي موجودين بالمستشفى. لما كنا نقول لهم انه هو يعني فاق وصحى وشفناه يتكلم وبعدها رد نام ما حد يصدق بينا ويقول هذا الشيء مستحيل. المهم ما اخذ تقريبا 15 يوم
وهو يعني ما فاهمين عن حالته أي حاجة، وبعدها قعد طبيعي، جروحه يعني لمت نوعا ما، وأكو بيها جروح يعني سطحية كانت وطابت. دخلت ليمه وتكلمت وياه، كان الإنسان عاقل جدا وهادئ، وسألته وقلت له هو من اللي سوى بيك هيج؟ وليش أنت سويت هيج بنفسك؟ رتب ذاك الوقت ينطيني إجابة، يا أما هو سوى بنفسه كذا، يا أما أحد سوى بيه هيج. ابتسم بوجهي وقال الموضوع أكبر من هذا، وانت ما راح تعرف اي حاجة، واصلا ما راح يعوفوني، حتى اذا طبت هسه راح يجون غير وقت ويهذوني. اتخيل، وسميت المجنون العاقل، لان يتكلم وياي بكل هدوء ويتكلم بحاجة منطقية، وبعدها يقول الجن، وانا ما اؤمن بيهم نهائيا، صح مذكورين بالقرآن لكن مستحيل يقدرون يأذون شخص. هذا اللي كنت اقوله اني. المهم ظل يمنا بالمستشفى ونخاف احنا نطلعه، وتقريبا يعني شفت جروحها كلها وصار زين، ووالدته بدها تطب علي وتتكلم ويا، نحاول انه احنا نوصل النتيجة لكن ما كان يجاوبنا جواب منطقي. المهم قلت لامه، قلت لها اذا طاب وصار زين انا راح اعالج هذا ابنك بمرض نفسي، ويحاول انه هو يأذي نفسه، لكن ورا هذا الموقف احتمال يرجع العقلة. المهم يعني الوالدة شكرتني وقالت لي تمام وما اعرف شنو، جاي نتكلم انا وياها، وغادرت وراحت. وبأحد الليالي هو كان بالمستشفى ونايم بغرفته، حبيت انه اني اروح واقعد يمه بالليل واتكلم وياه، الصراحة حبيت الحديث وياه، كان انسان مو طبيعي ومهذب ويحكي بهدوء وبرود يعني الاخر حد. المهم دخلت يمه الغرفة وبديت اتكلم وياه واقول له هو انت ليش اذيت نفسك؟ مو تدري الانتحار حرام؟ كنت احاول انه انا استفزه في سبيل يتكلم. قال لي مو قلت لك الموضوع اكبر مني ومنك، خلص عالمهم مكشوف الي، انت هسه تشوف اكو احد بالغرفه؟ قلت له اكيد لا، بس اني وياك. قال لا، اللي ويانا 21 شخص، وواحد منهم واقف يم ذيك البرده. المهم التفتت على البرده ما كان اكو احد، ابتسمت وقلت له ماكو اي احد. قال لي لا، انتبه زين وراح تشوفه. وفعلا انتبهت على البرده، واول ما انتبهت على البرده هو قال كلام، واول ما قال كلام البرده اتحركت بصوره عجيبه، ارتفعت لي فوق وردت نزلت. هذا الشيء صح رعبني وخوفني، لكن انطيته تفسير منطقي، قلت احتمال الشباك يطب بهواء او مفتوح. رحت مباشره على الشباك ولقيت الشباك مسدود واي هواء يدخل للغرفه ماكو. رجعت، ولما رجعت قال لي رحت حتى تتاكد من الشباك، الشباك ما كان مفتوح، هذول هم. اجيت اريد اقعد وصرخ بي، قال لي لا تقعد، واحد من عندهم جالس يم قدمي، وبعدها قام يصرخ بصوت عالي. المهم ناديت الناس اللي كانوا مناوبين ويانا اللي هم الممرضين، وجو لزمو انطوا مهدئ وصار احسن. رجعت اني لغرفتي حتى انام او ارتاح شوي، يعني اخذ لي قيلوله مال نص ساعه وبعدها اقعد يعني اصلي واشوف الناس المرضى الباقين. فرحت ومددت، وانا مددت حلمت حلم غريب، يقولوا لي اتركه لا تساعده لا تحاول ان انت تتقرب يمه، وكل هذا الحديث كان على هذا الانسان المريض، وما كنت اعرف ليش، لكن اللي كنت اشوفهم كانوا شويه يعني احجامهم كبيره، يعني هم انسان وبشر لكن طولهم يتعدى المترين واجسامهم عريضه. وكل شغله تصير وياي كنت انطيها تفسير علمي، لان انا طبيب ودكتور نفساني، وانت تعرفون اي شغله تصير وياي انطيها تفسير. وقلت هاي الكوابيس او الاحلام اللي شفتها مزعجه هي مجرد احتكاكي بالمرضى اللي يجون والكلام اللي يقولونه، وكل كلامهم يكون غير منطقي. المهم باليوم الثاني على الساعه 9 رحت يمه وقعدت واخذت شاي الي وإله، وبديت اسولف انا وياه، وكانت حالته مستقره جدا. وقلت له اذا استمريت هيك بعدها يمكن بيومين او ثلاثه اقدر اطلعك من هنا وتروح وتشوف الحريه وتشوف الشارع والعالم وتمارس حياتك الطبيعيه. قال لي يا حياتي خلص حياتي انتهت، ما طول مصر انه انت تريد تساعدني، تعرف اذا انت ساعدتني راح اتاذى واموت. المهم انا طبعا ما اقتنع بهذا الكلام، لان كل المرضى احيانا يقولون هذا الكلام، اذا ساعدتني اموت كذا، او اذا خليتني اعيش انت تموت، وهاي السوالف يعني انا شبعان من عدها.
المهم قلت له أريدك تحكي لي، وكل ساعة يقول لي الموضوع كبير وما راح تفهمه. المهم لغاية ما خليته يتكلم تقريبا على الساعة يعني 10 بدأ يتكلم. قال لي اسمع، أنا أخويا ما مات موتة طبيعية، أخويا جاب كتاب بأحد الأيام، وهذا الكتاب ما أخفي عنك اسمه كتاب شمس المعارف الكبرى، أنا كدكتور أول مرة أسمع به. قلت له شنو محتوى هذا الكتاب وشنو علاقته باللي جاي يصير وياك؟ قال هذا الكتاب باختصار هو كتاب تحضير للجن، وهذا الكتاب يعني به بعض العلوم ومنها الفلك والأرقام وكل الأشياء اللي كان يتكلم عليها ما كنت أعرفها، وكان يحكي بكل طلاقة والشخص عبالك فيلسوف قدامي. قال لي هذا الكتاب أخوي جابه وأخوي حضر به جن، وذول الجن اللي حضرهم كانوا ملوك من الجن وسوينا بينهم وبيننا عهد. بالبداية أخوي اللي سوى هذا العهد واللي خل بهذا العهد راح يلاقي مصيره. إذا أخوي خل بالشرط أو العقد اللي بينه وبينهم أخوي راح يموت بأشر ميته، وإذا يعني هم خلوا بالعقد فأكو جن أكبر من عندهم أو ملك أكبر من عندهم راح ينفيهم ويطلعهم من هاي المملكة، وحتى قدراتهم تصير ضعيفة. هذا الكلام هو كان يقوله. قلت له شنو اللي صار لأخوك؟ قال ما حد يصدق، أخوي مات دخل بجسمه جن وقتله وطلع. قلت له أنت شمدريك وأنت متعاون وياه؟ قال أنا مو متعاون وياه، لكن كنت أساعده ببعض الأمور وبعد ما مات أخوي، لأن هو اللي كسر العقد يعني بينه وبين الجن. طلبوا من عندي وقالوا لي تكمل بهذا الطريق، وإذا كملت بهذا الطريق أنت لك الخلاص، وأنت يعني راح تصير إنسان ثاني وتتغير، أنت أفهم منه وأوعى، هو ما يفتهم وراح سلك طريق ثاني. تعرف أنه إحنا طلبنا منه هواي أشياء وبدأ بالآونة الأخيرة ما ينفذها. طبعا الأشياء اللي كان يسويها أخوي كانت من الكبار، لكن أنا كنت ما أتكلم وساكت، يعني كان يدنس المصحف وما أعرف شنو وهاي الأشياء. أكو أمور يعني ما راح أتطرق بيها وأصلا ما لها داعي، لأن حرام أن واحد ينطق هاي الأشياء على لسانه. المهم كان يسوي أشياء كبار. بيوم من الأيام طلبوا من عنده ذنب كبير جدا، وهذا الذنب هم ما راح أقدر أقوله. أخوي رفض، ولما رفض بدأ جن يومية يجي ويتكلم وياي ويقول لي أقنع، ترى ساعاته قربت وأيامه معدودة وما أعرف شنو. لغاية ما يوم من الأيام قعدنا ولقينا أخوي بهذا الشكل، لكن بالحقيقة أنا كنت نايم وشفت الشيء اللي صار. وقفته مباشرة وقلت له شلون أنت كنت نايم وشفت كل اللي صار؟ قال شفته بالحلم قبل لا يحدث، كنت نايم وشفت أشخاص اثنين دخلوا للغرفة، واحد من عندهم كان شكله طبيعي لكن الثاني كانت بشرته تميل للون الأحمر وإله قرون اثنين صغار وشكله مخيف ومرعب، وكان يلبس أثياب مثل اللي ممزقة من تحت، وجسمه يعني كان كأنه جسم ما شخص رياضي. أقدامه كانت مرعبة ومخيفة كأنها أقدام مال إبل ومعكوفة على الخارج، يعني شكله كان مرعب. اتقدم وبعدها صار مثل الدخان الأسود، وأخويا كان نايم وغفيان ودخل بداخل اللي جوه، وبعدها بدأ أخويا يتعذب ويشنج وصار لونه أزرق، وشف الدخان طلع من عنده وبعدها اتشكل على هيئة هذا الشخص اللي دخل أول مرة، وراحوا اثنيناتهم وطلعوا من الغرفة. ويوم اللي قعدت لقيت أخويا فعلا لونه أزرق، فاللي شفته آني ما كان مجرد حلم، اللي شفته أنا حقيقة، وهو هذا الشيء اللي صار لأخوي. هذا الكلام تقريبا على الساعة يعني بثلاثة ثنتين ونص الصبح، يعني بعد الليل يعني موجود وبعد النهار ما طالع. فأنا تعبت جدا وقلت له راح أروح لغرفتي، محتاج شيء أنت؟ قال لي لا ما محتاج أي حاجة، وابتسم بوجهي. وأول ما مشيت لزمني من نيدي وكانت إيده باردة ثلج، وقال لي سلم لي على أمي إذا صار لي أي شيء. ضحكت بوجهه وقلت له ما تصير بيك أي حاجة، أنت بمكان أمين، خلاص نام مرتاح. طبعا الكلام اللي قاله هو كل أنا ما كنت مقتنع به، وأصلا صح أنا حفظته وخزنته بذاكرتي، لكن عرفته أنه هو هاي مجرد أشياء موجودة براسه وما صاير وياه أي حاجة. ومباشرة رحت للغرفة مالتي حتى أنام، ونمت بفراشي وبعدني بين الغفيان
وبين القاعد سمعت صوت مال صياح عالي ودوشة بالممر. قفزت من مكاني ولقيت أحد الممرضين اللي موجود، يعني كان خفر بديك الساعة جاي يركض علي ويقول لي الحق، لقيته ميت ومذبوح. أقول له منو؟ يقول لي المريض، ما أعرف شنو، المهم عرفته هو. قمت أركض مباشرة ورحت للغرفة ولقيت منظر بذاك الوقت مرعب. ولما أنا دكتور وشايف حالات قدامي، مستحيل إنه أنا راح أتحمل هذا المنظر. لقيته مذبوح بعد ما كان مضروب بالموس بإيده وبقدمه وبكل مكان، وكان مضروب بموس أو مشرط أو شفرة مال العمليات، وانت تدرون بيها هاي حادة جدا، وكانت موجودة على الأرض. هنا أنا مباشرة اجوا رجال الأمن وجت الشرطة وما أعرف شنو، وحرزوا هذا الموس، قالوا أخاف واحد ذابحة. طبعا أنا بذيك الساعة كنت أفكر إنه هو سوى هيك بنفسه أو هو انتحر، والبصمات اللي راح نلقاها على الموس هي بصماته فقط. الموس كان جديد وحتى الكيس مالته كان موجود. المهم بيجي الساعة يعني أخذوا الكيس ورفعوا البصمات عنه، وطلعت البصمات مالته هواي، يعني الشخص اللي بالمظخر وكذا، يعني كانت عليه عدة بصمات. أما الموس تحديدا وهو هذا اللي راح يكشف لنا الجريمة الكاملة هاي، ما كان عليه أي بصمات وما كان عليه أي حاجة. بالطارف أكو بصمات لكن ما كانت البشر، ومختلفة وغريبة. القضية هاي ظلت معلقة تقريبا 6 شهور وبعدين سجلت ضد مجهول. طبعا أناني مشيت بنفسي بهاي القضية وما توصلت لأي حاجة، ويوم من الأيام رحت على هاي المرأة أمهم، أخذت إلها شوية غراض وقلت لها ممكن أدخل للغرفة اللي كانوا هم ينامون بيها. قالت الغرفة مقفولة من ذاك اليوم لهاليوم وما خلي أحد يدخل بيها، لكن أنت عزيز علي ودخلتني. يوم اللي دخلتني اشتميت بالغرفة ريحة نتنة جدا ومعفنة، والغرفة ما بيها ضوء. سألتها وقلت لها ليش الغرفة ما بيها ضوء؟ قالت لي هم ما يحبون الضوء اثنيناتهم، لا هو ولا أخوه الله يرحمهم. المهم قمت أدور بالغرفة بعد ما جابت لي أضاءة، فأنا جاي أدور لمحت جوا السرير موجود كتاب، وفعلا سحبته ولقيت كتاب شمس المعارف الكبرى. المرأة ما كانت تعرف على كل شيء بالغرفة وما كانت تعرف بوجود هذا الكتاب. قلت لها هذا ريده الكتاب ولازمني، قالت لي لا، أي شيء موجود بهاي الغرفة تخليه، هذن الأشياء مال ابني وما راح أخلي أحد ياخذهن. قلت لها بس خل نطلع وفهمج. طلعنا لي برا واخذت الكتاب وياي، قلت لها كله بسبب هذا الكتاب هم توفوا. قالت شلون؟ بديت احكي لها واسرد لها. المهم بعدين قلت لها اريد الكتاب وما اقتنعت، وظليت اتوسل بيها، اردت بس افتح الكتاب واقرا بيه واشوف محتواه واشوف الشيء اللي يتكلم عنه صح ولا غلط. انطيتها وعد انه انا رجعه، وبعدها قالت لي خلص اخذه يوم الثلاثاء ورجع ليها. وفعلا اخذت الكتاب وطلعت ميمه، وبذاك اليوم قعدت ببيتي، عندي غرفة صغيرة مخزن، وما كان عندي دوام بالمستشفى. فتحت هاي الغرفة اللي احنا مسويها مثل المخزن، لكن كانت مرتبة، كنت احب انه انا اقرأ بيها كتب لان صايرة بعيدة وهادة. قعدت بهاي الغرفة وفتحت الكتاب، كنت مطفي الاضاءة لان ما احب اشعل الاضاءة بالغرفة كلها وانا اقرأ. عندي اضاءة واحدة تتوجه يعني على الطاولة اللي انا اقعد عليها، وبديت اقرأ بهذا الكتاب. بالبداية كان الكتاب طبيعي وما بي أي حاجة، لغاية ما وصلت الأشياء وطلاسم ما أعرف شنو، وبديت أفهم يعني نوع هذا الكتاب، وعرفت أنه هو فعلا كتاب ما السحر، والكلام اللي قال لي هو نصه كان موجود بالكتاب. وأنا جاي أقرأ بيه حسيت أنه الباب انفتحت عليه، وحسيت أنه زوجتي دخلت عليه. ناظرت فعلا كانت أكو مرأة واقفة بالباب، والظلام يعني مختلط لان كان البيت كله طافي. ناديت زوجتي وقلت لها ادخلي، ليش واقفة بالباب؟ المهم كانت تروح. اول ما راحت انا طبقت الكتاب وطلعت. يوم اللي طلعت ما لقيت اي احد، وحسيت نفسي انه اني اتخيل، والخطأ من عندي. كنت بذاك الوقت اي شيء يصير انطي تفسير، قلت احتمال انا منعس يعني وما شفت عدل، او لا يمكن لا انفتحت الباب. قمت هيك اسوي وما اعرف. وبعدها رجعت مره ثانيه فتحت الكتاب وبديت اقرا به،
وانا جاي اقرا بالكتاب كان اكو وراي رف موجوده بيه كتب، حسيت اكو حركه وراي، التفتت وما لقيت اي احد، وانا جاي ناظر وطالع احد الكتب سقط علي وعلى وجهي، والكتاب كان ثخين وحوافه حاده، انضربت بخشمي وبدا خشمي ينزف دم، فنزلت راسي مباشره ولزمت خشمي وحاول انواني اوقف النزيف اللي صار بي. مره واحده سمعت الباب بصوت عالي تنفتح، اول ما انفتحت علي الباب رفعت راسي انا لازم خشمي، لقيت مره واقفه، المره كانت بشعه جدا وحسيت انه اكو احد بعد وراي، التفتت ولقيت شخص قزم وقصير لدرجه مو طبيعيه، وكانوا مشكولهم غريبه جدا ومرعبه، وهذا الموقف خلاني يغمى علي بالمكان وما صحيت، والا زوجتي تقعدني وتقول لي ليش نايم هنا وشنو هذا الدم اللي موجود عليك. زوجتي قالت لي شنو صار وياك وليش هيك وجهك، قلت لها جيت ارد ارجع الكتاب مكانه وسقط علي وضربني ودخت وسقطت على الارض. جاوبتني وقالت لي انت دائما تهلك نفسك وتقرا هواي وما اعرف شنو، انت فكر نفسك كذا، انتبه لي لابنك، كل حياتك بس شغل و24 ساعه شاغل بالك باشياء ما لها داعي. يا اخي انت موظف، ادي واجبك ولا يعني تهتم هواي بالناس اللي تجيك. المهم المره هنا تركتني ومشت لان كانت تعبانه جدا من عندي ويوميه تتكلم وياي هيج، تخيلوا بسببي تركت القراءه، هم كانت تحب قراءه الكتب بصوره يعني مو طبيعيه. فلما انا قمت اقرا كتب وانعزل دائما كرهت القراءه مال الكتب بسببي. المهم فعرفت انه هذا الكتاب بيشي، واللي صار وياي هالمره ما انطيت تفسير وقلت اللي شفته اني مستحيل يكون خيال، اللي شفته اني جن حقيقي، لان انضربت وشفت هذا القزم وشفت هاي المره وبدت صورتهم يعني براسي تفتر وتدور. فرحت الشخص وهذا الشخص يفهم بامور الدين وانا اثق به ثقه عمياء، اذا قال لي نعم الجن يقدر يسوي هيك حاجه فانا خلص يعني اقول خلص يقدرون يسوون هيك، لان كان الرجل معتدل جدا. رحت عليه واخذت الكتاب واول ما شافه بيدي يعني انبهر، فتح عيونه وقال لي منين جبته؟ اكو واحد يشيل هذا الكتاب؟ هذا كتاب نقص ما يصير انت تشيله. بدا يتكلم كلام غريب وقلت له شبيه هذا الكتاب؟ قال لي هذا الكتاب مال سحر وما اعرف شنو رب العالمين يلعن اللي يقرا بيه وكذا وكذا وتحضير جن. المهم حكيت له السالفه كلها وقلت له هذا الشيء اللي صار وياي. قال لي هذا الكتاب انطيني اياه وانا راح اتلفه بطريقتي الخاصه ولا تتقرب على هيج كتب، واعلم انه انت ممسوس من الجن او الجن البارحه حضروا يمك واحتمال هسه بعدهم ببيتك واحتمال يذوك انت او ابنك او زوجتك. لما قال لي هيك يعني رجل الدين الصراحة خفت وارتعبت، لكن حسيت انه هو يكبر الموضوع زيادة. المهم انطيت الكتاب وبعدها قال لي حصن نفسك واقرأ قرآن وخلي يعني اهلك كذلك يقرون قرآن. كنت اعيش بالبيت بس اني وزوجتي وابني الصغير. المهم وانا نايم صحت زوجتي وتقول لي انت ليش جاي تتصرف؟ اقولها شو اتصرف انا غفيان؟ فتقول لي لا تمشي ايدك على وجهي وبعدها ضربتني بقدمك قوي. قلت لها انا نايم وغفيان ما سويت هيك. ومن انا بدت الاحداث لغاية ما يوم من الايام اجى ابني الصبح علينا ويا وقت الفطور وكان هستوى قاعد، قال لي البارحة ما اعرف من فتح علي الباب واخذ من عندي الغطاء وخلاني بدون غطاء، وطلعت ورا حتى اشوفه لقيت مرة غريبة واقفة بالباب مال غرفتكم وخفت من عندها ورجعت اركض للغرفة وسديت الباب علي. ابني كان عمره تقريبا 9 سنين بهالحدود ومستحيل يكذب. قلت له انت متأكد؟ قال انا متأكد. مباشرة رحت للشيخ وتواصلت وياه وجبته للبيت، ويوم اللي قرأ بالبيت قرآن فعلا كل ساعة نسمع اصوات موجودة باحد الغرف، وبعدها بدينا نسمع صوت مو طبيعي كأنه واحد جاي يتعذب، وهذا الصوت اللي كان يعني يصدر مو من غرفة واحدة، من كل الغرف ومن الحمام، وبعدها اختفى الصوت تماما وقال ترى بيتكم كان مسكون بالجن وبسببك انت لان قرأت بهذا الكتاب. والكلام هذا قاله قدام زوجتي وزوجتي قالت اي كتاب. سولفت لها على الموضوع كله بعد ما طلع الشيخ، ومن هذا الموقف
قام لما يجيني شخص ويقول له انه انا كذا مريض كذا كذا، احاول انه انا افهم منه اكثر واحاول انه انا افهم سلوكه، وبديت انه انا دائما يعني اذا الشغله مو يمي او يم دكتور احاول انه انا انصحهم يروحون يعالجون نفسهم يم ناس يعني رقاة شرعيين. القصه مخيفه ومرعبه واتمنى عجبتكم. اريد من عندك اذا انت كنت ما مشترك تشترك لي بالقناه وتفعل لي زر الجرس وتدعمني باللايك، وتنتظرني غدا بقصه جديده ان شاء الله.